حسن، أنت اليوم بين واقعين، واقع الحقيقة وواقع التمثيل. الموت حقيقة، وأنت سيدة عندك تجربة بتجسيد الأدوار والشخصيات. الآن جاي تعيشين لحظة توقفين وحدك غريبة بين القبور، ما حد قريب من عندك. هاي اللحظة في يوم من الأيام راح تعيشينها كحق. تجي الناس وتتمم مراسيم الدفن وتبتعد وتروح. ديك اللحظة أكيد مرت ببالك، وين راح يروح قلبك؟ وين راح يروح بالك لما تكونين وحيدة غريبة في قبر والأحباب يبتعدون خطوة خطوة عنك؟ قلبك وين راح يروح بديك اللحظة؟ أشهد أن الموت حق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وأشهد أن علياً ولي الله. حقاً حق. راح يروح قلبي لكل صلاة صليتها واندعيت بيها وطلبت من عزيزاتي، من حبيباتي، من السيدة الزهراء سلام الله عليها، من السيدة زينب عليها السلام، من سلام الله عليها، من سيدتي خديجة الكبرى سلام الله عليها، من السيدة أم البنين سلام الله، لأن أني امرأة نعم وأحتاجهن، وهن سيدات بس الله سبحانه وتعالى يعلم بمكانتهم عنده. فسألت الله سبحانه وتعالى بمكانتهن عنده أن يكون معاي في أول ليلة في قبري، وأحبابي بعيدين عني فهم إن شاء الله راح يكونون وياي إن شاء الله. يعني هاي اللحظة مرت في بالك في يوم من الأيام؟ مرات كثيرة مرت في بالي وتكاد لا تفارقني، لأنه الموت حق. لما تمر عندي هاي الذكرى تمر وانت خايفة لو انت مطمئنة؟ أمانة مستبشرة. أمانة مستبشرة. شنو لي خليك مستبشرة؟ مستبشرة لأنه بقدر ما ظلمت كثيرا في هذه الحياة يشهد الله بأني عن قصد لم أظلم أحد. عن قصد. قد يكون أنا بشر، قد يكون أنا بدون علم، بدون دراية، بدون فهم لقضية معينة، قد أكون ظلمت إنسان، ولكني واثقة بأن رحمة الله هي أوسع من عيوبي ومن ذنوبي ومن تقصيري، فهذا اللي يخليني مطمئنة. يعني الثقة بالله سبحانه وتعالى والثقة بأهل البيت عليهم السلام هي اللي تخليك مطمئنة. على هاي وقفتك شو تقولي له الحسن؟ أنا عندي ولد وبنت. نعم. أدري بي حسن قد المسؤولية إن شاء الله. هاي وصيتي إليه دينه أولاً، لأنه شنو أنا زرعت بداخلهم؟ زرعت بداخلهم مخافة الله ومحبة الإنسان. فهذه أريدها العوامل والتعليمات الأشياء اللي تعلمناها من منهج أهل البيت عليهم السلام، من رسول ألف الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته أولاً. أحسنت. اللي تعلمناها إحنا نخلفها ونتركها لأولادنا ولأحفادنا بعد ذلك. أم حسن، هاي رأيت الإمام الحسين الآن أمامك، أريد تلمينها، صفطيها ولميها بين يديك وخليها بين يديك. يا اللهم صل على
قيام الله. يا أبا عبد الله نتيلك يا أبا عبد الله الشفاعة يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك أيها المظلوم المقتول غدرا بأيدي الظالمين. السلام عليك وتبعث حيا يا أبا عبد الله يا مولاي. أم حسن، الآن رأيت الإمام الحسين بين إيديك وعلى صدرك، أريد تجين أمام القبر تشوفين لهاي الصورة اللي موجودة على القبر. تعالي بابا شوفين الصورة على القبر وقعدي يم القبر. هي عواطفها. شو تسولفين ويا عواطف السلمان؟ قبل لا تسولفين نريد احنا نسولف وياك. سولف. ومجرد الثوب بطرق الجفن ومجرد الثوب. آي 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 يا أبويا شلون بينا يا يم. أوف بويا بطرق الجفن ويلي آخ يا أبويا بطرق الجفين ومجرد الثوب وما تستقر منه لها قلوب يا يم وما يا خاخ يا أبو يا حو يا أبو وما تستقر من هول هقلوب بس النظيف قلوب وجيوب دمعي الأهل يحكي المصيبة ولا يا السفرة الغريبة ويا ليلة الوحشة بويا ويا ليلة الوحشة الرهيبة ماخ يا أبويا أوفويا آخ 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 دمعي بترايا بترايا يا 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 بتراب صرنا وين كنا ما يهل المحنة هنا يا هن أنا بترايا يا 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 بصرنا وين كنا ما يا يهل المحنة هنا يا هن ويل ويلي يا هنا يا 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 هنا بويا شو غايب ديلي وبيه ونا
أنا شوخ يبدلي أو بيي ون بويا. أم حسن شو تسولفين ويا عواطف السلمان؟ بيش تذكرينها؟ بيا مرحلة، بيا سنة، بيا موقف؟ مواقف كثيرة هي، المواقف الحياتية والإنسانية، ولكن الموقف اللي أتذكره إلها بفخر باعتزاز. أنا أريد ولو أقاطعك إنه إحنا الآن نعيش لحظة حقيقة. نعم. الإنسان يمر بحياته بمواقف وبأحداث قد يندم عليها. أكيد. الآن أنت أمام عواطف السلمان، تتذكرين وياها موقف ندمت عليه؟ إيه. هناك خايفة منه؟ أكيد. إحنا بشر والبشر خطاء. بس تقولي لها عينك وين؟ أي أقولها عينك بعين الله. عينك بعين الله. عينك بعين الله. وهذه الهداية اللي أنتي كنتي اتخذتي القرار وأنتي في دبي، كنتي رايحة سياحة في دبي، اتخذتي القرار أن تلبسين الحجاب وأن تتوجهين لله، وأجيتي مباشرة ورحتي للنجف وسألتي المرجعيات عن شغلك، صار هذا التغيير وعن ذنوبك، وصار هذا التغيير وصار هذا الحجاب وصار هذا الالتزام وصار هذا الإشراق. هنا بهاي اللحظة شنو وصيتك للي وياك، للي تربطش بيهم علاقة من النساء من أقاربك أو قد يكون من الوسط اللي أنت من عنده، شو تقولين؟ أنت الأمام تجسيد لحقيقة تتحقق، شنو ممكن توصينهم بهذا الموقف؟ أستاذ هاي الأجواء مال المطر، هاي الأجواء إلى خصوصية ها؟ ما أدري، حسيتها مواساة إلي في دموعي، حسيتها رسالة من السماء للأطمئنان إن شاء الله. يعني حسيت براحة ضمير. أريد بلسان القلب. أي نعم. رسالة قد تكون هي رسالتك الأخيرة ولكن بعد عمر طويل إن شاء الله. شنو اللي ممكن أن تقولينه لجمهورك؟ شنو تقولينه للبناتك؟ كل بنات العراق اليوم بناتك. أكيد والله. كل نساء العراق اليوم خواتك. خواتي أكيد. شو تقولي لهم؟ أكيد. أقولهم عن تجربة، يعني عن تجربة خضتها وقطفت ثمارها. لا شيء يساوي قربك من الله، قربك جميل. من الله بكل معنى الكلمة، أن تكون صادق مع ذاتك، مع نفسك، مع ربك. شنو اللي يخليك دائما تتعطشين إلى زيارة كربلاء؟ للحد إذا عرفتي واحد راح الكربلاء تتصلين عليه. أي أي زور لي بالنيابة. أي والله. ادخلي يم العباس. أي صلي لي ركعتين. أي ليش هذا القلق اللي دائما عايش عندك؟ إنسان ضعيف، إنسان مذنب، إنسان مقصر، إنسان إلى عيوبه وإلى ذنوبه وإلى هفواته وإلى، فيريد أن يقتطف من الدنيا قدر الإمكان ما يجعله في الميزان. من سمعت النعي وين راح بالك؟ راح بالي لكل الشهداء، لكل الأمهات الفاقدات، لكل الأمهات اللي أحياناً وكثير من الأمهات العراقيات غادراً هذه الحياة بألم وبجرح وفقد فقدان. منو تتصورين باكر ممكن أن يقف على قبر عواطف السلمان وينعى على عواطف السلمان؟ كثيرات حبنش. كثيرات كثيرات حبيباتي. شنو راح يكون موقف حسن وبنيتش ذا الخبر؟ فقدي راح يكون أولادي فقدي بالنسبة لهم يعني شيء كبير، يعني كبير، ولكن بالمقابل
يعني الحمد لله والشكر لله بأنه تربيتي لهم بأنه هذا طريق الله وقانون السماء وقضاء الله ونحن نقبل بما يقول الله سبحانه وتعالى. زين ست عواطف، أريد أسأل سؤال شوية. كل واحد بطبيعتنا عنده تعلق بشخصية من شخصيات أهل البيت. أكيد. أنت قلتي أنا أتمنى هذن السيدات اللي ذكرتيهن، السيدة الزهراء والسيدة زينة والسيدة خديجة والسيدة أم البنين سلام الله عليهم، سلام الله عليهم، منو تتمنين أنو تشوفين تجسيد نورها في القبر؟ سيدة أم البنين. عنده حاجة عند أم البنين إن شاء الله تقضي لها. أمي البنين تنادي يا ابني ويا روحي لادي، ضحيت لك شوباني من حبك يا ابني يا ابني يا ابني ويا روحي لأنه يعني مستحيل، يعني مستحيل تقدر تتخيل ما تحمله هذه المرأة من نكران ذات، ما يعني لم تحسب من الألف، لم تحسب واحد حساب لذاتها، ما حسبت. كانت للحسين، كانت لزينب، كانت للحسين، كانت للزهراء قبل أن تكون استنكرت حتى اسمها، حتى اسمها تقولهم لا لا, لا, لا يا أمير المؤمنين لا تذكرون اسم، لا تذكرون اسم فاطمة، لا تقولون فاطمة، يعني هذه فوق مستوى، حتى الحسن والحسين لا يتذكرون، لا يتذكرون، ولا يقارنون، لأن أنا هي ما ممكن تقبل المقارنة مع سيدة نساء العالمين السيدة الزهراء عليها السلام. فهذه راح يذكرونك بالقبر، يشعلون عند قبرك بخور، أكو ناس أكيد يحبونك، راح يوصلون أكيد 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 أكيد. الحمد لله، شكر لله، شكر لله، شكر لله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إيه يا عواطف، اليوم رأيت الإمام الحسين بين إيديك، إيش عندك وصية لهذه الراية؟ الله، هذه الراية، هذه الراية الخفاقة اللي اشتغلت عليها كل معاول الطغاة. عندك وصية بخصوص هاي الراية اليوم؟ شو توصين حسن؟ شو توصين بنيتك؟ هذه راية الحسين ترفع في كل عاشوراء. أوصي جاي تسوين عزاء عاشوراء بيتك؟ إيه الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله، الشكر لله، وكذا سنة أنا مشيت والحمد لله والشكر الأربعينية اللي استطاعت عليه، يعني قبل لا كل شيء تصير شوية عندي القلب يعني شوية يعني صار عندي تعب بالقلب بحيث ما أتحمل، والحمد لله والشكر لله، حتى وإن يعني ما مشيت فأجي أزور يعني. هاي الراية تريدينها ترفع بالعزاء اللي سويناه؟ هاي الراية أريدها ترفع أولاً في الضمائر، في الضمائر، في الضمائر، لأنه راية الحسين هي الحق، هي أن تكون أنت إنسان بما يرضي الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، أنت إنسان، أنت سيد المخلوقات. كيف إذا أنت تنتمي للحسين أو تنتمي لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، أنت المفروض هذه الراية ترفعها بضميرك، وفي المناسبات ترفع راية الحسين لتبقى طقوس. الآن هاي الراية راح تدخل إلى بيتك، اللهم صلي على محمد، وإن شاء الله تدخل النور، اللهم والسرور صلي على محمد وآل، والأمان، اللهم صلي على محمد وآل. كثير من المتابعين يتمنون أن يقتنون هذه الراية وتكون في بيتهم. جاي تتلمسينها بالروح، ما تتلمسينها بالجسد. أي والله، أي والله. وين راح تكون هاي الراية ببيتكم؟ هاي الراية راح أخليها إن شاء الله بإرادة رب العالمين بالمدخل، حتى لا أكون أنانية وأحرم يعني كل من يجي، وإن شاء الله اللي أقدر، اللي أقدر الله يوفقني، إن أقدر يتيم، شهيد، جريح، جار، محتاج، إن شاء الله اللي أقدر أوقف له أخذها إن شاء الله وأروح له أوديها إليه إن شاء الله يستشفع بيها وأرجعها لبيتي. خليها بين يدي، شو خلنا نوقف. يا الله، يا بسم الله، يا أم البنين، يا أم البنين، اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا زرت الإمام الحسين إن شاء الله قريبا بعد أن عشت هذه اللحظة واقتنيت رايته، إذا دخلت على شباك الحسين إيش راح تقولي له؟ شفاعة. شفاعة. شفاعة يا أبا عبد الله. الشفاعة يا أبا عبد الله. ما إحنا غير حسين. ما عدنا. ما عدنا وسيلة. أي والله ما عدنا. أي والله. والحمد لله أكبر النعم أن تكون أنت مواطن في هذا البلد في مساحة أرض هي أرض الحسين. سلام الله. وأرض علي قبل الحسين. الحمد لله. الحمد لله هذه الأرض مباركة. هم تزورين القبور؟ أوه طبعاً. أزور أمواتي. أي أزور يا قبر اللي توقفين يمه وتتألمين و... قبر والدتك هم تزورينه؟ قبر والدتي وقبر والدي قبل والدتي. انتمي للوالد قبل الوالدة. هم تمنيتي في يوم من أيام أن تشوفين والدك بعد هذا العمر طول؟ أي عواطف بعد هذا التغيير. نعم. الجميل جدا جدا. نعم. والصائب جدا جدا. الحمد لله. حسيت ان انت دخلت السرور على قلب امك وابوك جدا، فرحتيهم؟ لو ما هم داعي لي في الدعوه سبحانه وتعالى ما كان الله وفقني هذا التوفيق. اني اتمنى من قلبي بصدق هذا المكان اللي اني بيه، بصدق هاي الرايه اللي بين ايدي، أنه هذا الطريق وهذا الهدى أنه يأخذ طريقة إلى كل النساء إن شاء الله. يا الله. هذا ماي الورد، أريد بيدش ترشين على صورة عواطف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله يرحمك يا حجية ويتقبل أعمالك ويغفر لك. وهي أدري بيها تماما بارئة ذمة كل من أساء لها بكلمة بموقف. حسنت. مبري الذمة كل من أساء ليوم من الأيام كائن من يكون لله سبحانه وتعالى. أحسنتم. ست عواطف، رأيت الحسين بين يديك يا أبا عبد الله. أنا أريد أهدي ثواب صورة الفاتحة لعواطف السلمان وهي على قيد الحياة، تقدرين تتوكلين؟ شكرا جزيلا ممنونة. شكرا. فضل. في أمان الله. يا الله. اللهم صل. الحمد لله حمدا يزيد ولا يبيد. الحمد لله خالق الحمد. الحمد لله الذي أنعم وأعطى. الحمد لله. الحمد لله. الشكر لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبا عبد الله شلون بي وسيق الواد وحسابي وين ملئ مني المعاصي كتاب. شلون بي لو غراب مني الأجل واخذ سمعي لموت ولساني انشكل. ظلت عيوني تدير على الاهل تشوف فاتهني الدميع لا ينصاب.